يلا بينا نبدأ مع بعض قرايتنا ونبتدي بطاقة العامة. الطاقة العامة بتقول إن أنت يا برج الجوزاء على وشك دخول عهد جديد. عهد جديد بقى، حاجة كنت بتحلم بيها هتحصل لك، حاجة كنت بتتمناها هتلاقيها بين إيديك، شخص كنت بتتمناه هيبقى معاك هيغير حياتك، ناس فيكو هتشتغل شغل تاني، في حاجة هتتغير. ايه الحاجة اللي هتتغير؟ حاجة انت كنت بتسعى لتغييرها. تمام. طيب ايه المسج التانية بتقول لنا ايه؟ بتقول ان انت الايام اللي جاية هتحاول على قد ما تقدر ان انت تستمتع بوقتك، تستمتع بحاجة انت بتعملها بايديك، صنع ايدك. يعني ايه برضو؟ يعني ممكن ترسم رسمة حلوة قوي، تبقى قاعد بتشخبط كده وفجأة تلاقي الرسمة حلوة، بتفكر في موضوع وفجأة تلاقي الموضوع ده حللك مشكلة ما كنتش عارف يعني تحلها، عملت حاجة، أكلة كنت جعان قمت عملت أكل لقيت نفسك عملت أكلة أحلى من الشيف اللي تتفرج عليه في التلفزيون. الفكرة هنا إن أنت إيدك هتستخدمها كتير الأيام اللي جاية في إن أنت تصنع أشياء. أوكي. فالمسج بتقول الطاقات اللي قدامي إن أنت هيبقى عندك أكتيفيتي كتيرة جدا هتطلع فيها الطاقة السلبية بتاعتك بحيث إن أنت تجدد الطاقة دي. تمام. تجددها بطاقة إيجابية. تعالوا بقى نشوف أخبار طاقة العمل والمال ونشوف تقسيمة قناة بيهو تارو للطاقة العامة لأعزائي برج الجوزاء. نبدأ بطاقة العمل يا برج الجوزاء. طاقة العمل بتقول إن أنت بقالك فترة حاسس إنك يعني بتزق نفسك الصبح عشان تصحى تروح الشغل، أو مفيش حاجة جديدة، زهق، الملل مسيطر عليك، صح؟ بس الطاقة بتقول ان انت برغم كل ده بتصحى الصبح وتنزل متشيك ورايح كده تدي للناس كلها طاقة إيجابية. اوكي. يعني شايف ان انت بتعرف تتخطى الطاقة السلبية اللي موجودة عندك في الشغل. فبالنسبة للشغل هيضايقك او لا انت هتعرف تظبط الموضوع. شايفة ان انت الايام اللي جاية هتعرف تهندل يومك، تعرف تهندل شغلك، حياتك. فكرة ان انت تعرف توصل فكرة معينة للناس اللي بتطلب منك الخدمة دي في الشغل، او زباين، او الناس العملاء بتوعك، ان انت تقدر توصلهم الفكرة اللي انت عايز توصلها هتبقى كويس جدا فيها. ممكن تبقى انت قاعد في الاجتماع بتاعك في الشغل وفجأة حد يطلب افكار، تبقى افكارك مميزة قوي وهتلاقي قبول من الناس اللي معاك. تمام. فركز بقى وهتلاقي نفسك بتتدرج واحدة واحدة في الشغل ده، وهتلاقي نفسك كمان المرتب بتاعك بدأ ان هو يزيد. اوكي. عشان اللي انا شايفاه ان طاقة المال كمان عندك فيها مبلغ مادي هيجيلك كزيادة او بونص او مكافأة عن حاجة انت عملتها في الشغل، زودتها، اشتغلت عليها بقالك فترة. شايفة ان الروتين اليومي بتاعك ده انت هتعرف تتخطاه وتعرف يعني تعمل حاجات كتيرة في الشغل، تخلي الناس تطلب منك مشورة، تطلب منك اعمل ده ازاي، وهتلاقي ان انت حتى لو ما عندكش خبرة هتلاقي نفسك فكرت في فكرة او فكرت في طريقة يعملها بسرعة ازاي ويحل المشكلة اللي عنده بسرعة. فالايام اللي جاية ممكن هيبقى فيها اكشن بس هيبقى لصالحك. طاقة الدراسة بتقول ان انتوا كنتوا بتسعوا ان انتوا تغيروا المجال اللي انتوا بتدرسوا فيه وما نفعش، صح؟ شايفة ان انتوا بدأتوا ان انتوا تأخروا شوية من سرعتكم
هتخففوا شوية من سرعتكم، سرعة غضبكم، سرعة انك تفتحوا الكتاب وتقعدوا تفروا كده خلاص، ما لقيتوش حاجة عارفين تحفظوها أو حاجة عارفين تفهموها، فبتقلبوا الكتاب ده وتروحوا جايبين كتاب تاني وهكذا. لأ، شايفة ان انتوا بدأتوا ان انتوا تعملوا جدول لنفسكم، وشايفة ان انتوا بدأتوا تخططوا وترتبوا يومكم، النهاردة هذاكر المادة دي والمادة دي، بكرة هذاكر المادة دي والمادة دي وهكذا. فشايفة ان انت الجدول اللي انت عامله هيبقى مميز جدا في ان هو يحرق لك حاجات كتير قوي من عليك، اوكي، وهيخليك متذكر حاجات كتير. يعني الجدول اللي انت عامله ده زي ما تقول كده هيبقى هيساعدك ان انت تخلص في وقت قياسي حاجات كانت متراكمة عليك، وكمان هيخليك عندك سرعة بديهة كده، اللي هو انا فاكر اليوم ده مرتبط بحاجة حصلت، او المادة دي انا كنت بذاكرها وحاجة حصلت، طب الكلمة دي كانت حصلت معاها موقف او رن التليفون وحد اتصل بيا، فلما تشوف الشخص ده هتفتكر الحاجة اللي انت كنت بتذاكرها. هو ده قصدي. نوصل بقى للطاقة اللي بعد كده، هي طاقة البيت والاصدقاء والدار المقربة منك يا برج الجوزاء بحسب قناة فيفو تارو. تعالوا نشوف ايه اخبار ال10 ايام دول. أهم الأحداث اللي هتحصل، طيب، دين هيتسد يا برج الجوزاء. دين بقى، إذا كان الدين ده كلمة في حقك، أو إذا كان مبلغ مالي، أوكي، شايفة إن بسبب الدين ده في حاجات كتير اتشقلبت في حياتك، بيتك اتشقلب، ممكن تكون بعت عربية بسببه، ممكن تكون بعت بيت بسببه، ممكن انت اللي هتسد الدين ده، ممكن اللي اتأخر عليك ان هو يسد دينك ده، او اللي انت طلبت منه يسد دينك اتأخر، فرحت انت بايع عربيتك او بيتك. فشايفة ان الحاجتين اللي الحاجة اللي انت بعتها دي هتترد لك تاني، هترجع لك تاني، هتعرف ترجعها تاني. طيب، حاجة تاني، حاجة انت كنت منتظرها، اللي انتظرته كتير قوي، اذا كان شخص او اذا كان عمل او اذا كان مشكلة عايزة تتحل، اوكي، عايزة اقول او ابشرك ان الحاجة اللي انت انتظرتها مدة 7 شهور هتكمل، وهتلاقيها بين ايديك خلال 10 ايام بكتير، تمام. فالحاجة حاسة ان القراية متعلقة بشيء حصل زمان، يعني ممكن يكون شيء حصل من اول السنة، بمعنى موقف حصل لك كان فيه قصور مادي او الا في الماديات، اوكي، شايفة كمان ان انت طلبت مبلغ من حد والحد ده خذلك وتأخر عليك، وكان رد الفعل اللي كان معاك ان انت تبيع حاجة من ممتلكاتك، تمام. انت صبرت على اللي انت كنت فيه ده، والتعويض هيجيلك بيت اكبر من اللي انت بعته، اوكي، شريكك اللي معاك هتلاقيه مساندك، اوكي، وفي فرد جديد هيدخل العيلة دي، وفي ناس فيكو هيجيلها الرزق ده على شكل مبلغ مادي، هيجيلك عن طريق ميراث من راجل، يعني ميراث من شخص ذكر، او ممكن شخص كبير ذكر يديك مبلغ مادي انت كنت محتاجه، فهيخليك ترجع بيه الحاجات اللي انت بعتها. وايه تاني يا برج الجوزاء؟ شايفة ان انت يمكن ذهنيا غير مستقر بسبب المشاكل اللي عندك، او بسبب الحاجات اللي بتحصل، الاحداث اللي حواليك، شاغل بالك بكل الحاجات اللي حواليك، بتحاول تحل كل المشاكل في كل الاتجاهات، ما عندكش وجهة محددة عايز تحلها، بتشتغل هنا وهنا 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 وهنا، عايز تحل المشكلة دي وتحل المشكلة دي، بس انت ذهنك عايز يرتاح،
انت صحيا محتاج تنام، صحيا محتاج تاكل كويس، صحيا محتاج تاخد ادويتك، اوكي؟ عشان الطاقة بتقول ان انت جسديا غير مستقر تماما، فحاول على قد ما تقدر ان انت ما تفوتش ميعاد دواك، ما تفوتش ميعاد وجبة، اوكي؟ حاول على قد ما تقدر يا برج الجوزاء ان انت تنتبه لحالك، لصحتك اكتر. فدي الطاقة اللي قدامي. تعالوا بقى نشوف الطاقة العاطفية. الطاقة العاطفية بحسب قناة فيو تارو متقسمة لخمس طاقات. الحالة العامة بتاعتك يا برج الجوزاء بتقول ان انت في ناس كتير قوي حواليك بيتعاملوا معاك بطريقة يمكن مش هي اللي مخبيينها جواهم، او بيتعاملوا معاك بوشين، وش حلو بيضحك ويبتسم في وشك وبيقول لك ان هو صديق وحبيب وكل الحاجات دي كلها، وهو من جوه يمكن مفيش حاجة، او بارد، او عنده برود اعصاب، مش فارق معاه وجودك او عدمه، اوكي؟ شايفة ان الشهر ده هيبقى فيه كشف قناعات كتير قوي من الاشخاص دي، فانتظر كده قليلا وهتلاقي كل الاقنعة دي سقطت. موضوع اللي معايا بلغة عربية فظيعة النهاردة. فتعالوا بقى نشوف أخبار الطاقة العاطفية ونقسمها. أول طاقة معانا بحسب قناة دي فوتارو هي طاقة سنجل برج الجوزاء، بتقول إن أنت بتدور على شخص مناسب يكون صديق رحلة. يعني إيه؟ يعني أنت عندك وجهة، عايز مثلا تكمل دراستك، عايز تكمل شغلك، عايز تعمل لنفسك كارير، بس وسط كل ده انت محتاج حد جنبك، بتدور على حد يكون شبهك، شبه دماغك، شبه تصرفاتك، هيستحملك وقت ما انت تبقى مشغول في كل الحاجات دي كلها. لما بتقابل حد بتحاول تشوف الميزة دي فيه، هل هو هينفع يبقى شريك، هل هو ينفع يبقى سند، اوكي؟ مش عارف، انا في حد من برج العذراء ان شاء الله قريب جدا هتقابله. طيب الطاقة اللي بعد كده طاقة مرتبطين برج الجوزاء بحسب قناة فيفو تارو، هنشوف أخبار الطاقة بتقول ايه. الطاقة بتقول إن في زواج قريب، اوكي، موافقة من الأهل مع برج ترابي. شايفة الموضوع كان بسبب ماديات أو استقرار عائلي أسري، عيلتين ما كانوش قابلين بعض، أو عيلة ما كانتش قابلة الشريك، وإن شاء الله الأيام اللي جاية هيبقى فيه استقرار شوية، ردود أفعالهم هتبقى أهدى شوية، هتعرف تجيبهم سكة بمعنى أصح، تخليهم يوافقوا على الشريك اللي أنت عايزه، أوكي؟ الطاقة اللي بعد كده طاقة منفصلين برج الجوزاء بحسب قناة فيو تارو، هنشوف أخباركم إيه. الطاقة بتقول إن في شخص من برج هوائي بيحاول إن هو يعتذر عن خيانة أو علاقة ثلاثية حصلت، أوكي؟ بس الطاقة بتقول ان انت من كتر ما حسيت بالغدر مش عايز ترجع. الطاقة بتقول كمان ان انت كنت بتحاول تشتغل على نفسك قوي، ان انت لما تقابل حد تاني ما يحصلكش الموقف ده. على فكرة الموضوع مش في ايدك قوي، يعني حتى لو انت بتشتغل على الموقع ده او الموقف ده وتحاول تكشف حد بيخونك او لا، ممكن يكون حد لعنة، يعني انت ما تعرفش الشخصيات، وممكن تكون شاكك في حد والحد ده ما يعني تكون بطلع فيه غلك، بس يكون شخص بريء ما عملش اي حاجة. بس الطاقة اللي قدامي دي بتاعت شخص من برج ترابي كمان هيظهر في حياتك الايام اللي جاية، لكن طاقة الشخص الهوائي ده اللي عايز يجي يعتذر عن خيانة اللي سببها لك، شايفة ان انت خلاص حسن، انت طويت الصفحة دي خالص. بس طاقة البرج الترابي اللي قدامي دي هو بيحاول يدرس شخصيتك من بعيد الأول عشان لما يدخل من باب يبقى عارف يوصل لقلبك على طول، اللي هو ينجز، يعني هو مش عايز يحرق وقت كتير في التعارف بقى والحاجات دي، لا هو عايز يدخل على قلبك على طول. anyway كرة هتبقى في ملعبك في كل الحالات، ففي فيك ان انت توافق على الشخص اللي هيعتذر ده من برج هوائي، او فيك ان انت تقبل الشخص من برج ترابي او ترفضه، اوكي؟ الطاقة بعد كده طاقة متلاقين برج الجوزاء بحسب قناة بيوتارو بتقول لنا ايه بقى؟
بتقول ان الحاجة اللي كانت ربطاك او الورق اللي كان ممسوك عليك، اوكي، او المبلغ اللي كان يعني مش عايزة اقول الجملة دي، بس ان هو حد كان يعني ماسك فلوسك او واخد اموالك دي وبيغيظك بيها، واللي هو لو يدراع بقى، شايفة ان الحاجة اللي كانت ربطاك دي اتفكت. ممكن يكون سحر، ممكن يكون مبلغ مادي، ممكن يكون حد كان بيلوي دراعك بطفل وبيلوي دراعك بعودة. اوكي، شايف ان انت يعني خلاص قطعت كل الحبال اللي كانت ربطاك دي كلها، في مبلغ مادي هيجي لك. المبلغ ده شايف ان انت هتصرفه على طفل او هتفك بيه دين. اوكي، والدين ده كان بخصوص طفل برضو، والشخص اللي كان حابس المال ده عنك، اوكي، مش عارف ياخده تاني. يعني هي يعني هو غصب عنه هيديك المبلغ ده. اوكي، التقاطع اللي قدامي تقاطع ربيع. الطاقة اللي بعد كده يا برج الجوزاء بحسب قناة ريفو تارو هي طاقة متزوجين برج الجوزاء. يعني احنا بنقرا ايه؟ نشوف الطاقة عاملة ازاي. الطاقة بتقول ان انت في حاجة انت مش راضي عنها، برضو مرتبط بماديات، بأولاد، بأب لأولاد. ساعات حاجات، ساعات أوقات كتير كده بتنام وانت مفتح عينك، اللي هو انا عايز حل للمشكلة دي، فتبتدي ان انت تقعد تفكر وتفكر وتفكر وتفكر، وفي الاخر ما تلاقيش حل. عايز اقولك ان الحل هو ان انت تقف وتدعي ربنا ان هو يحله لك، عشان اللي بيحصل حواليك ده كله هي طاقة سلبية من عين حسد. ليه بقى؟ الطاقة بتقول ان الشخص اللي حاسدك ده حاسدك في ان بيتك مستقر، فبدأ ان هو يبعت لك طاقة سلبية، وبما ان الطاقة بتاعتك كانت ضعيفة الايام اللي فاتت، فانت يعني اتأثرت بيها جامد. الطاقة كمان بتقول ان في عندكو ندر انتوا ناسينه وكنتوا عاملينه لولادكم، فحاولوا تفتكروا النذر اللي عليكم ووفوه بسرعة. اوكي، اما طاقة عدم الرضا اللي عندك دي هتخلص اول لما تعرف تنام. يعني هو ده بسبب الارق اللي عندك، هي مش عدم رضا قوي على قد ما هي تفكير كتير في اللي بيحصل. فطبيعي من كتر ما بتفكر هتلاقي إيجابيات وسلبيات، وهتدور على السلبيات عشان تحلها، فهتبقى يعني تفكيرك كله رايح ناحية إن أنت تحل المشكلة السلبية دي، فهتبقى طول الوقت بتفكر في سلبيات، عشان كده أنت حاسس إن أنت مش راضي عن اللي بيحصل.